حداقه وتساوي مع هدى الزرق. مرحبا هدى، كيف عامله؟ لاباس الحمد لله. صحيحتك على خير؟ صباح الخير. لاباس الحمد لله. اذا هدى اليوم بغيتي توري الناس كيفاش يمكن ليهم يحيدوا الكالكير من الغلاي، كذلك كيفاش يمكننا نحافظوا على التوابل من الرطوبه، وفتح حاجه ما تضيع شنو يمكن لنا نديروا بقشور ديال الدلاح. تماما، وهاد المواضيع اللي اختاريت اليوم ماشي انا اللي اختاريتهم، ولكن كان تحت الطلب ديال المستمعات ديالنا اللي كتبوها ليا في لاباج اوفيسيال ديالنا اسره سور شاد اف ام. بزاف ديال المستمعات طلبوا مني طرق باش نحيدوا الكالكير من الغلاي البقراج ديال الماء، كيتكون فيه كنعرفوا كيتكون فيه الكالكير بسبب بزاف ديال الاسباب، ومن بين ابرز الاسباب اللي كتكون الكالكير في الغلاي هو اننا ما كنفرغوش الغلاي من الماء من بعد ما نساليو منه. يعني كيبقى دائما فيه الماء. والسبب الثاني هو اننا ما كننظفوهش مره، يعني خاص على الاقل يتنظف الغلاي مره كل اسبوعين بطرق خاصه باش ما يتكونش فيه الكالكير. اذا بالنسبه للطرق اللي غادي ننظفوا بهم الغلاي من الكالكير وطرق مجربه وعطات فعاليه ديالها، اول طريقه هي الماء والخل. الماء والخل خاصنا نخلطوا كاس ديال الماء مع كاس ديال الخل، ونوضعوا هاد الخليط فوق النار بعد ما نديروه في الغلاي، نخليوه هاد الشيء يغلى مزيان. من بعد هو كيغلى غادي يبقى يبان لنا ان الكالكير بدا كيتحيد بشويه، منين اللي تحيد تماما نفرغوا الغلاي من الماء والخل وننظفوه بمحلول اللي كنغسلوا به الاواني. الا بان لنا ان باقي مازال فيه الكالكير نعاودوا نكرروا نفس العمليه حتى يزول الكالكير تماما. الطريقة جربتها واحد المستمعة مسمية راسها أمونة سوغ فيسبوك، وقالت أنها جربت الماء والخل ولكن ما حيدش لها الكالكير. بغيت نجاوبها ونقول لها أن خاصك ضروري ديريه يغلى فوق الماء، ماشي غير تخليه، لأن هذاك التفاعل ديال الخل والماء كيطرى بشدة الحرارة ملي كتكون عالية. كيبدا نقولها بالدارجة المغربية كيقلى علينا كيقلى، فوالا. دونك خاصك ديريه ضروري يغلى ورد علينا الخبر في لاباج ديالنا. كاين أيضا طريقة ثانية بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الخل أو اللي ما كيبغيوش يستعملوا الخل، يمكن ليهم يعوضوه بالحامض، يديروا طريفات ديال الحامض مع الماء ويخليوه يغلى، او لا يعصروا حامضه ويخلطوها مع الماء ويديروها تغلى فوق العافيه حتى يزول لهم الكالكير. كاينه طريقه اخرى واللي كانت يعني تجربه جربتها واحد المستمعه حتى هي وكتبتها لنا في لاباج اسره سور شاد اف ام. قالت انها كتسخن الغلاي مزيان، هو خاوي حتى كينشف من الماء ما يكون فيه حتى شي حاجه، نخليوه يسخن، ومن بعد ملي نحسوا به قبض الحراره مزيان وسخن نحيدوه ونحطوه فوق شي سطح فوق الارض ولا ونكبوا عليه الماء يكون بارد بزاف، وبهالطريقه غادي يطلع الكالكير. ونعاودوا نكرروا نفس العمليه حتى يزول الكالكير تماما. وكانوا هادو هما الطرق باش تحيدوا الكالكير من الغلاي. الا عندكم اقتراحات اخرى ممكن طبعا تكتبوها لنا في صفحتنا الرسميه اسره سوغ شاد اف ام. دابا الموضوع الثاني اللي هو نحافظوا على التوابل من الرطوبة. من كنعرفوا أن الرطوبة هي السبب اللي كتخلي التوابل كيفقدوا النكهة ديالها، كيبردوا فوالا. قبل ما نعطيكم لي زاستوس غنعطيكم بعض النصائح. أول حاجة خاصكم منين تحطوا التوابل خاصكم تخزنوهم بعيد على الشمس وبعيد على الرطوبة، يعني ما نحطوهمش في البلايص اللي فيهم البوطال، فران، الثلاجة، يعني ما أمكن يكونوا بعاد شي شوية. ومن الأفضل نخزنوها في أماكن تكون مظلمة، يعني من الأحسن ديروها في شي بلاكار مسدود، في شي مجيرات هكا ديال المطبخ، باش نتفاداو حنا تماما أنهم يشوفوا لا الضوء ولا الرطوبة. نصيحة أخرى، فاش تبغيو تشريو العطرية خاصكم تاخذوها من الأحسن إلا كنتو غتشريو كميات كبيرة، خذوا غير العطرية اللي كتكون صينة ماشي مطحونة. بالنسبة للعطرية اللي كتباع صينة بحال البزار، سكينجبير، فوالا، ناخذوه خام، عاد نطحنوا الكمية اللي غتلزمنا فقط ونحتفظوا به. بالنسبة للعلب العطرية اللي كنخزنوا فيها العطرية خاص من الأحسن تكون الألوان ديالها غامقة، ما تكونش كتدخل الضوء باش ما يدخلش الضوء للتوابل وبالتالي يتغير اللون ديالها أو لا المذاق ديالها. ومن الأحسن أننا نستعملوا علب ديال الزاج ونحفظوها بعيد على الشمس. إلا درنا العلب ديال الزاج كنعرفوا أن الزاج كيسمح للضوء باش يدخل، دونك من الأحسن إلا درناها في علب ديال الزاج نحطوها في شي مكان يكون مظلم. وبالنسبة للمعالقات اللي كنستعملوا بهم العطرية، من الأحسن أننا نخصصوا معلقة صغيرة لكل علبة ديال العطرية، ما نستعملوش معلقة ليهم كاملين باش هكذا تبقى دائما جافة ونظيفة وتبقى محافظة على النكهة ديالها. وما نساوش أيضا بطبيعة الحال نغلقوا العلب مزيان بعد كل استعمال، وإلا كانوا العلب ما كيبينوش من الأحسن أننا نديروا ديزيتيكات ونكتبوا عليهم الأسماء باش ما نتفاداو كل مرة نقلبوهم كاملين عاد نطيحوا. فوالا، دونك كانوا هادو بعض النصائح باش تحافظوا على التوابل ديالكم والعطرية مدة طويلة. دابا الحية اللي يمكن لكم تمنعوا بها الرطوبة باش ما يبقاوش يتكوروا لكم العطرية بحال الملحة بحال التحميرة، كنعرفوا أن مع الوقت كتبدا تكور كتولي رطبة. أول حيلة هي الحبات ديال الروز، تاخذوا حبيبات ديال الروز وتخلطوهم مع العطرية
وتخليوها يعني ما غاديش تضرها، بل بالعكس غادي تخلي انها ما غاديش تكون فيها الرطوبه. الحيله الثانيه هي الفول يابس. الفول يابس حتى هو حطوا شي حبيبات ديال الفول مع العطريه وغتشوفوا كيفاش غتبقى محافظه على المذاق ديالها مده طويله. وكاينه حيله ثالثه هي الذره. الى يعني عندكم الذره يمكن لكم تخلطوها مع العطريه، وبالتالي غتمنعوا ان ما يتغيرش ليها النكهه ديالها وما تكورش وتبقى زوينه مده طويله. نعم ممتاز. دابا نمشيو كيفاش ما تضيعوش في القشور ديال الدلاح. كنعرفوا دابا الموسم ديال الدلاح تبارك الله كاع العائلات فوالا كتسالي الدلاحه كنشريو الدلاحه هذه يعني حتى يسالي الصيف. دونك داكشي علاش بغيت نعطيكم بعض النصائح على القشور ديال الدلاح. كنعرفوا ان القشور ديال الدلاح غالبا كنلوحوهم في لابوبيل، لكن اليوم جبت لكم واحد الطريقه اللي يمكن لكم تستغلوا بها القشور ديال الدلاح، والطريقه هي انكم غتزينوا بها الكيك اولا الحلوه. دونك يمكن لكم تستعملوا القشور ديال الدلاح زين الكيك. كيفاش؟ طريقه سهله، يمكن لكم تحضروا دي فخوي كونفي. كنعرفوا الناس اللي كيبغيو يستعملوا لي فخوي كونفي في الحلويات في الكيك وما متوفرينش عندهم اولا ما كيتباعوش حداهم، يمكن لهم يصوبوهم بهذه الطريقه السهله. غتحتاجوا البلاصه البيضاء اللي كتكون ما بين القشره الخضراء وما بين اللب اللي كنتناولوا. هذيك البلاصه البيضاء هي اللي غنحتاجوا، غادي نحيدوا منها القشره ونقشروا يعني نقطعوها طريفات صغيرين قد يعني الشكل اللي كيكونوا عليه لي فخوي كونفي. ملي نقطعوهم غادي نخلطوهم مع سكر سنيده، نقسموهم على ثلاثه ديال الاجزاء. من هذوك ثلاثه ديال الاجزاء كل جزء غادي نخلطوا معاه ملون غذائي، مثلا غنديروا لون احمر، لون اخضر ولون اصفر، ونحطوهم في الثلاجه ليله كامله. بعد ما نخلطوا معاهم سكر سنيده والملون الغذائي، من بعد ما يدوزوا ليله في الثلاجه الغتلي غادي نديروهم في شي كاسخول ونخليهم يتكاراميليزاو حتى يوليو على شكل دي فوي كونفي، ونحتفظوا بهم من بعد الثلاجه وقت ما بغينا نصوبوا لي كيك اولا بغينا نصوبوا الحلويات اللي كيحتاجوا التزيين بهذا الشكل نحتاج نستخدموهم وبالصحه والراحه. نعم ممتازه هذه الفكره، هذه فكره زوينه. وغدا ان شاء الله مازال ما ساليتش مع القشور ديال الدلاح، لان غدا غنعطيكم كيفاش يمكن لكم تستخدموا القشور ديال الدلاح في الجمال، يعني في بالنسبه لبشره الوجه. بزاف ديال الحوايج ما يتقالوا مازال في القشور ديال الدلاح، اذا غدا ان شاء الله غنتعرفوا على هذا الشيء كامل، بالاضافه لكيفاش نحيدوا البقع ديال صدام الملابس، كان هذا من بين الاسئله ايضا ديال المستمعات. وكيفاش نحيدوا الروائح من السجاد. دائما هذه المواضيع يمكن لكم ترجعوا ليها على صفحتنا الرسميه اسره سيغ شاد اف ام، وانا في انتظار اسئلتكم واقتراحاتكم. مشكوره هدى الزرق على كل هذه الحداقه والتاويل، وكذلك حتى حاجه ما تضيع، دائما مشكور على الحضور ديالك في فقره الحداقه والتاويله. الحداقه والتاويل مع هدى الزرق.